السلام عليكم، مرحبا. طبعا في ناس اهدافهم يزيدون وزنهم، في الهدف العكس يبي ينزل وزنه، لكن كل هالامور دي تطلب شنو؟ اراده، تشجيع، ومواظبه. من مين عاد؟ من الشخص نفسه. في ناس بينزلون مثلا وزنهم، ما ادري شلون، ما حد يشجعني، شو اسوي؟ اللي بيزيد وزنه نفسه ما ينسى اكل، ما الذي زين، شلون بتحققون اهدافكم؟ اذا واحد بيغير نفسه لازم في امور لازم يسويها قبل ما يبتدي باي خطوه. حسب ما يفكر الانسان يكون، يعني اذا انت تفكر سلبي بتكون سلبي. قبل ما تغير اي شيء في جسمك، سواء بتزيد او بتنزل، لازم تغير هني، تغير نمط حياتك، تغير تفكيرك، تفكير ايجابي. لازم يكون تفكير محفز، يعني ما تفكر بطريقه سلبيه. لا تنتظر من اي احد انه يشجعك وذي، لا، انت وساعد. حتى اذا انت محتاج للشيء لازم انت يعني تبادر شيء مبادره منك، انت تبين حق ذي الشخص ان انت فعلا تبي تحقق ذي الهدف. والله يعطيكم الصحه والعافيه وشكرا.